الجيش هو الخراج وولاء العامة والخاصة من يجعل الدولة قوية. ليس كل ما تحقق بفضل هارون، بل بفضل من سبقوني رحمهم الله. ولكن هذا ليس مرادك يا يحيى، إنك ترمي إلى أشياء أبعد من ذلك. ولاية العهد، أنت تعلم يا مولاي أن الطامعين كثر، وقد تبدأ الدسائس والمؤامرات، وأنا أقترح عليك أن تحدد ولي العهد. ومن له الحق بأن يكون وليا للعهد يا جعفر؟ أقرب الناس إليك، لحمك ودمك، هو الأحق بعرش أبي. المأمون يا مولاي، المأمون، ولتحسم الأمر باكرا، فبنو العباس اليوم أمرهم بيدك ولن يستطيعوا رفض قرارك. سأفكر في الأمر. ما قلت ذلك يا مولاي إلا من حرصي على الدولة.